أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل الدعاء. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।